السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو الجديد ديال اليوم اللي غادي نشوفوا فيه مع بعضياتنا طريقة عمل طرز رباطي فوق الراندا. فهاد الجلابة كاملة مخدومة بالحرير المبروم ديال الطرز الرباطي، خدمت به الراندا وكذلك خدمت به حتى هاد الطرز الرباطي اللي درته من الفوق. بالنسبة للراندا هاد الخدمة ديال السبولة مع هاد الحصيرة خدمتها الفوق على 5 ديال الغرزات، والتحت هبطتها غير بثلاثة الغرزات. المهم فالشكل ديالها رائع جدا. ودابا غادي نشوفوا طريقة عمل هاد الطرز الرباطي اللي درتو فوق الراندا. هذا هو الشكل ديالو، بسيط وتعطي منظر زوين. فهذه هي البوبينة ديال الحرير مبروم اللي خدمت بها، الثمن ديالها 15 درهم في بعض المناطق، وفي بعض المناطق الأخرى تدير 13 درهم. أما الإبرة فالرقم ديالها 6، الطرز ما خدمتوش بالبرة ديال الراندا اللي رقمها 5 حيت غليظة، هذاك الشيء علاش خديت غير رقم 6 وهو اللي خدمت به هاد الطرز هذا. أما هاد الحرير خليته كيف ما هو، ما برمته ما حتى شي حاجه، لانه هو اصلا مبروم، كتخليه كيف ما هو وكتاخذي 4 ديال الشعرات. المهم على حسب، بالنسبه لي انا خديت 4 الشعرات جاتني مزيانه. اما الا كنتو باغين ديروا الطرز الرباطي فوق راندا اللي مخدومه بالحرير ديال الصابره، من الاحسن ديروا 5 الشعرات باش تجيكم هي هذيك. المهم الان غادي ندير هذاك الشكل الاول اللي هو بسيط جدا. كنخدمو هنايا غير على جوج ديال الغرزات، انا غير هنا سرعت شويه الفيديو وغادي نوريكم دابا الثانيه كيفاش غتخدم. فالان كنطلع الابره من هاد الغرزه هادي وكنتجاوز الغرزه الثانيه وكنخدم في الثالثه، وكنبقى دائما غاده بنفس العبار. المهم هادشي راه ساهل وبسيط، كتبقاي غاده بنفس المقاييس حتى كديري الشكل اللي انتي بغيتي. المهم غادي نخليكم مع الفيديو ونتلاقاو في الشكل الاخر. والان من بعد ما كملت هاد جوج ديال الاشكال غنبدا الشكل من الفوق. كطلعي البره من هذاك الراس اللي خدمتي فيه راندت سبوله، هادشي الا كنتو خدمتو معايا راندت سبوله. المهم انا كتبداي من الوسط ومن بعد تبقاي غاده تهبطي على اليمين وغاده تهبطي على اليسار، غير باش تعرفي الشكل كيفاش غادي يمشي. من الافضل بداو من الوسط. المهم دابا غادي نتمشيو بنفس الطريقة حتى يولي عندكم هاد الشكل. كنتمنى ان الشرح يكون واضح، لان هاد الطرز الرباطي صعيب باش نشرحه، يعني خاص الصورة التركيز يكون على الصورة اكثر من
للشرح. هنا غتحاولي تحسبي من الوسط، كتجاوزي الاولى وتهبطي للثانيه تجاوزيها وتخدمي في هذيك الثالثه اللي في الجن. المهم بهالطريقه هذه، لاحظوا معايا هنا، غير حاولوا انكم تضبطوا الحساب مزيان، التقطوا صوره وقربوها مزيان وشوفوا فين خدمت بالضبط. وفي نفس الوقت حاولوا ان الحرير ما يتبرمش ليكم مع الخدمه، الحرير كيبقى غادي وتيتبرم غير بوحده، وهذا الحرير مبروم اصلا ما خاصوش يتبرم، كتبقى كل شعره بوحدها. فحاولوا انكم وانتم خدامين مره رجعوا حلوا الخيط او شدوه غير بصبعكم باش يبقى غادي خدام مزيان. لاحظوا معايا هنا مثلا بالابره تقدروا ديروا نفس الطريقه هذه باش يجيكم الخيط عامر. في حاله الا بانت لكم يعني شي حاجه ما مخدوماش مزيان، عاودوا عليها مره واحده اخرى، عاودوا فوق منها غير باش تبان العماره ديالها مزيان. المهم غادي نكملوا بطبيعه الحال، هنا مبقاش ليا بزاف قررت نكمل، ومن بعد غادي نوري لكم كيفاش غادي نخدموا هذيك نفس هذه الخدمه هذه لتحت اسفل النصف طوق. خدمتها غير على ثلاثه ديال الغرزات وبيناتهم واحد الفرق بسيط جدا، هما بحال غير بغيت نزيدها في الفيديو كاضافه وباش تشوفوا الفرق ما بين هذه وما بين الثانيه، وكذلك تقدروا انكم تختاروا شنو هي الافضل اللي عجباتكم طبيعه الحال ديروها. مو دابا مازال بقات لي غير وحده غادي نخدمها، لاحظوا معايا مزيان، هذه هي الصوره من بعيد. فهنا هذا هو النصف طوق مخدوم على خمسه الغرازي، ولتحت هبط بثلاثه الغرزات فقط، هذاك الشيء علاش بدلت الخدمه. بطبيعه الحال ما يمكنش ندير نفس الاعداد، فلاحظوا معايا هنا درت جوج ديال المعينات في الوسط، فهذا هو الشكل. ودابا غادي نخدم معاكم التحتانيه بسرعه، فلاحظوا معايا مزيان، فهو هذا الشكل. دائما كتبداو من المنتصف، تتعرفوا بالنسبه لخدمات راند السبوله تتعرفوا المنتصف غير من هذاك الدقه الوسطانيه ديال راند السبوله هي اللي تتخدمي عليها، وديما كتجاوزي غرزه وتتخدمي في اللي من موراها. هنا ما غاديش نخدم بزاف، غنخدم غير وحده في الوسط وجوج في اليمين وجوج في اليسار. والان من بعد ما كملت هاد الشكل غادي نخدم معاكم المنتصف. هنا ساهله، غتمشيو نيشان تخدموا في هاد جوج الغرازي اللي في الوسط، فكتخدموا بحال هكا بالعكس وتبقاو غاديين تمشي لهذيك اللي حداها، ودابا تجاوزي الغرزه الوسطانيه وتمشي للثالثه، والان غتخدمي في هذيك اللي على الحاشيه اللي منها للثوب وترجعي لهاد الغرزه هذه اللي في الراس. Thank you.
واخيرا هذا هو الشكل النهائي للعمل. المهم نتوما غادي تبقاو هابطين حتى توصلوا للاسفل. ان شاء الله في الفيديو القادم غادي نخدم معاكم الدرس، واحد الدرس خفيف ظريف غادي نديروه في الجوانب ديال نصف طوق الفوقاني، هذا اللي مخدوم على خمسة الغرزات. غادي ندير لي واحد الدرس خفيف ممكن انكم تستعملوه في هذه الخدمة او في خدمة واحدة اخرى، هو درس مناسب لاي جلابة مخدومة براندة خفيفة، يعني كيكون العدد ديالها قليل، فهاد الدرس هذا رائع جدا. المهم نتلاقاو ان شاء الله في الجزء المقبل ونخدمو معاكم.